في هذه اللحظات سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والمحترف من ياتي جمعه بن عتيق الرميثي هناك على ثاني المراكز، اما المركز الثالث وصل مشغل هناك لكي يشغل الجميع على ثالث المراكز ويتسلل على الصداره. في هذه اللحظات يتسلل على المركز الاول للمملوك لهجن الرياسه وسهيل بن احمد بن دري الفلاحي، بينما المركز الرابع في هذه اللحظات صوغان من ياتي ويحتل المركز الرابع. صوغان سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الامين من يتولى عملية تضميره والتدريب، بينما المركز الخامس وصل مكرم هناك لكي يحتل على المركز الخامس. في هذه اللحظات المملوك لهجن الرياسة والمميز دائما حاضر بمتميزه الجميل مبارك بن احمد بن مايد الاخيلي المركز السادس وصل هناك على سادس المراكز مشكور. في هذه اللحظات مشكور هناك سمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي وفايز بن غافان الجابري في عملية التضمير المركز السابع وصول من حشيم، تحرك حشيم في هذه اللحظات سمو الشيخ حمدان بن راشد المختوم وسعيد بن سالم الجنيبي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. أعود هناك مع سكان المقدمة، أعود مع الصدارة، أعود مع المركز الأول مع التحديات الجميلة والتحديات المميزة. الله الله ما إن شاء الله هناك مشغل 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 على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. الأمور في خطر، الأمور بدأت تشتعل، الأمور اشتعلت اشتعلت الأمور هنا. حشيم حشيم على المركز الرابع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن سالم الجنيبي. ركز يا الجنيبي، ركز يا ابو سالم هنا في هذه الانطلاقه. ما زال شاهين، ما زال شاهين على الصداره. يتقدم الناوي، يتقدم الناوي، الشعار الاحمر مر وعبر الى خط نهايه، مر وعبر يتسلل في هذه اللحظات. سلامي رياسي، سلامي رياسي، سلامي لعشاق الرياسه، سلام يا ابو حمد على هذا التواجد على هذا المضمار. ولكن الله 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 درب 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 من تواجد الذيب، الذيب على ثاني المراكز، الذيب على ثاني المراكز، يبقي الدرب هنا على الصداره. الذيب هجن الرياسه، هجن الرياسه، هجن الرياسه، هجن الرياسه، احمد بن مايد الخيلي. سلام 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 عليكم هنا لهذا الشعار، لهذا الشعار الجميل والمميز. سلام احمد بن مايد الخيلي على هذا التواجد الجمال ما شاء الله. هناك الذيب، لحظات وصوله وعبوره الى خط النهايه. تهانينا تهانينا والناموس المركز الثاني الناوي هجن الرياسة. هناك سهيل بن احمد بن دري الفلاحي المركز الثالث، لحظات وصول مكرم هجن الرياسة ايضا وعملية التضمير مبارك بن احمد مايد الخيري. المركز الرابع كان من نصيح حشيم سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم الجنيبي. المركز الخامس كان من نصيب شاهين سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان وجمعة بن عتيق الرميثي في عملية التضمير والتدريب. اعود مع التوقيت الزمني الذي خطفها هناك الذيب، التوقيت الزمني مع الصدالة توقيت الذيب. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، تهانينا والناموس أيضا للسيد أحمد بن مايد الخيلي، تهانينا والناموس لهذا الشعار. عشر دقيقة سبع ثواني خمس اجزاء من الثانية، بينما وصول المركز الثاني كان من نصيب الناوي هجن الرياسة وسهيل بن احمد بن دري الفلاحي. 13 دقيقة تسع ثواني سبع اجزاء من الثواني. هناك الناوي من يتواجد على ثاني المراكز المملوك لهجن الرياسة وسهيل بن احمد بن دري الفلاحي. ابو حمد ايضا من يتواجد في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث كان من نصيب مكرم ايضا هجن الرياسة الذي تحتل دائما على المركز الاول وثاني المراكز وثالث المراكز، والمميز من ياتي على ثالث المراكز في عملية التضمير والتدريب. والتوقيت الزمني يا مخرجنا المبدع
13 دقيقة 13 ثانية 5 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين والمنطلقين والمشاركين أيضا في كل أشواطهم.